قطر يا حسين الكم خادم تربيت بالحليب رضعت حبكم منا وتغذيت أم نذرتني وتمنت أخدم أهل البيت برنت عيونك يا يمه للنذر وفيت قررت أختار واخدم الزهوات قررت أختار واخدم الزهوات أبقى طول العمر خادم للنذر وفاي بيد أختم بيد ألطم بيد أوزع ما خادمك يا حسين خذني وفات بالدماي بيد أختم بيد ألطم بيد أوزع ماي واخدم الزهوات موكب الأنصار واخدم الزهوات موكب الأنصار راية البيع شعاري والإمام وياي تشاهدون اليوم رؤى تكتشف صح وخطأ حكايات رقية وأمجد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الشيء الذي يتكلم جميع اللغات؟ ما هذا السؤال الغريب الذي سألتني إياه المعلمة اليوم وتريد الإجابة عنه؟ يا الله! لم أنتبه لنفسي وأنا أسلك هذا النفق بدلا من الطريق المعتاد. كنت غارقة بتفكير في سؤال المعلمة، سوف أسأل بصوت عال أكثر، فربما الشخص الموجود هنا لم يسمعني. يا الله! من هنا لطفاً؟ نعم، تذكرت إنها صديقتي زهراء، فيتحب دائما أن تمازحني بتقليد ما أقول. أخرجي يا زهراء ولنعد إلى الطريق التي أحدثنا السير فيه. ما هذا يا إلهي؟ فالصوت الذي يرجع علي هو ليس صوت صديقتي زهراء، بل هو صوتي. ولكن ما الذي يجعل صوتي يرجع إلي؟ ولا توجد هنا مكبرات صوت أو أي شيء من هذا القبيل. أصدقائي، هل تحبون أن تستكشفوا معي ما سر هذا الصوت الغريب الذي يرد خلفي كل ما أقول؟ فلأرتدي ثوب الاستكشاف، قد حان موعد المغامرة الجديدة المفيدة. هيا قولوا معي: 1، 2، 3. ما رأيكم يا أصدقائي لو نغير لغتنا؟ لعلنا نكتشف من هنا، فربما الشخص المختبئ هنا لن يعرف ما نقوله. هل أنتم موافقون يا أصدقائي؟ إذن هيا بنا لننادي يا إلهي، ولكن باللغة الإنجليزية كما تعلمنا في المدرسة. هيا معا: 1، 2، 3. My God!
ما هذا يا أصدقائي؟ لقد رجع ذرات صوتي إلي. أها، نعم تذكرت أني قرأت عن هذه الظاهرة في كتاب العلوم. أها، وجدتها، إنها ظاهرة صدى الصوت. إن موجات الصوت تنعكس عن الأجسام الصلبة، فوحدات الصوت تنتقل مثل الأمواج من مصدر الصوت وتصطدم بالأجسام الصلبة وتعود إلى نقطة انطلاقها. ما رأيكم يا أصدقائي لو نصيح يا إلهي باللغة الفرنسية؟ هيا معا. 1 2 3 أوديو. يا إلهي، ما هذا؟ لقد رجع صوتي إلي مرة أخرى وباللغة الفرنسية أيضا، فلنعرف أكثر عن صدى الصوت وكيف يحدث. صدى الصوت. أها، صدى الصوت هو سماع الصوت بعد انعكاسه في السطوح العاكسة، ويحدث في الأماكن الواسعة، ولذلك لا نسمعه في غرفنا. ولكي يحدث صدى الصوت يجب أن يكون السطح العازل كبيرا ولا يمتص الصوت، أي لا توجد فيه ثواقب أو مواد تمتص الصوت. وأيضا لا بد أن يكون الصوت قويا، وأن لا تقل المسافة بين السطح العاكس والمصدر الصوت عن 17 مترا. الآن عرفتم الشيء الذي يتكلم جميع اللغات. إنه صدى الصوت حين يصطدم بالأشياء الصلبة، فبأي لغة يصدر الصوت ينعكس ويرجع صداه. سأذهب إلى أمي وأردد عليها اللغز، ما الشيء الذي يتكلم جميع اللغات؟ وأنتم افعلوا مثلي، فنحن المكتشفون الصغار. إلى اللقاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نشاهد معا المشهد الأول، هل هو صح أم خطأ؟ حسناً يا أحبائي، هل هذا التصرف صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ.
أحسنتم يا شطار، والآن نشاهد كيف يكون التصرف الصحيح. وهكذا سنكون دوما، أليس كذلك؟ نعم نعم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كلامنا أحبتي عن دعوة الحق أدلة ندرسها من منبع الصدق. كلامنا أحبتي عن دعوة الحق أدلة ندرسها من منبع. السلام عليكم أحبتي أصدقاء مجلة أزهار المستقبل، أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من يوميات الأخوين رقية وأمجد. عاد الأب من عمله متعبا، فدخل غرفته ليأخذ قسطا من الراحة. بينما كانت رقية تذاكر دروسها وبعد أن أنهت واجباتها المدرسية جاءت إلى الصالة حيث كان أمجد يتفرج على التلفاز، فدار بينهما الحوار التالي: أختي رقية، هل أنهيت واجباتك المدرسية؟ نعم الحمد لله أنهيت واجباتي، ولكن لما السؤال؟ هل نسيتي اتفاقنا يا رقية، وهو أن نطلب من أبينا يكمل لنا الحديث عن العلامات الحتمية؟ أها أحسنت يا أمجد، فعلا نسيت الأمر لانشغال الشديد في إنهاء واجبات المدرسية. ها يا أولاد، كيف حالكم؟ الحمد لله يا أبي نحن بخير، وننتظرك بشوق كي تكمل لنا حديثك عن العلامات الحتمية. حسنا، من منكم يتذكر عن أي علامة تكلمنا سابقا؟ لقد تحدثنا عن الصيحة واليماني، والآن جاء الدور كي تحدثنا عن السفياني. أحسنت يا ولدي، ولا بأس أن نبدأ حديثنا إن شاء الله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم يا أبنائي، السفياني كما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام ينتهي نسبه إلى عتبة بن أبي سفيان من بني أمية، تلك العائلة المعروفة ببغضها وحقدها على آل محمد عليهم السلام، ويسمى أيضا ابن آكلة الأكباد نسبة إلى هند زوجة أبي سفيان. إذن السفياني ينتسب إلى الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن الكريم، والتي طالما نسبت العداء لآل محمد عليهم السلام منذ زمن رسول الله وإلى يومنا هذا. نعم يا ابنتي، هي ذاتها الشجرة الملعونة في القرآن، فأبو سفيان أظهر العداء والحقد للنبي صلى الله عليه وآله، وتبعه ابنه اللعين معاوية،
فناصب العداء وحارب أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا إلى آخر الزمان، حيث سيكون السفياني هو الذي يعادي ويقاتل الإمام المهدي عليه السلام. أبي، إذا كان نسبه يعود إلى هذه العائلة الملعونة، فكيف تكون صفاته؟ سأجيبك بما وصفه أمير المؤمنين عليه السلام في أحد رسائله إلى معاوية لعنه الله، وهو يصف السفياني فيقول فيها إن رجلا من ولدك ملعون جلف جاف، منكوب القلب، فظ غليظ، قد نزع الله من قلبه الرحمة، يبعث جيشا إلى المدينة فيدخلوها فيسرفون في القتل والفواحش. أعوذ بالله من، وكيف يكون خروجه يا أبي؟ السفياني هو من أعظم الفتن قبل قيام القائم عليه السلام، وخروجه حتمي في بلاد الشام، والأرجح في الأردن في الوادي اليابس، ثم يحتل سوريا وجزءا من فلسطين، ثم يدخل إلى العراق ويظهر في بداية ظهوره العدل حتى يتوهم الناس أنه عادل. أوه يا أبي، هذا يعني أن السفياني خطر على جميع الناس. نعم، وخطير جدا يا بني، فهو يظهر بحركة تدعي الإصلاح والقضاء على الفساد، فيشتبه على الناس بأنه من أهل الصلاح، فيظهر الإيمان ويبطن الكفر والبغض، ويزعم أنه يجمع الأمة على كلمة واحدة ويدافع عن حقوقهم، إلا إن هدفه الحقيقي هو إثارة الفتن بين المسلمين وقتلهم، وتشويه الإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يتمكن من كل هذا يا أبي؟ وأين المسؤولون والشيعة عنه؟ نعم يا بني، طالما حذر رسول الله صلى الله عليه وآله أمته من السفياني وفتنته وما تلاقيه الناس من قتل وتشريد في زمن تسلطه على رقاب المسلمين، ولكنهم للأسف سيخدعون بما يظهره من زهد وصلاح، ويبتعدون عن نهج رسول الله وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وعن وصية رسول الله ليلة وفاته، ذلك الكتاب العاصم للأمة من الضلال، فيلتفون حول السفياني تاركين خلفهم اليماني الذي أرسله لهم الإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام. هذا محزن يا أبي، أن تترك الناس الإمام الذي اختاره الله رحمة بهم وتتبع من هو ظالم فاسد. نعم يا ابنتي، ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتمسك بأهل بيته عليهم السلام، فهم الأمان للناس من الفتن والضلال، فالسفياني فتنة عظيمة يقع فيها الكثير من الناس، فيلتفون حوله فيجمع جيشا ليقاتل الإمام المهدي عليه السلام، تماما كما فعل أجداده أبو سفيان قاتل رسول الله، ومعاوية قاتل أمير المؤمنين وولده الحسن عليهم السلام، ويزيد قاتل الحسين عليه السلام، وهذا السفياني لعنهم الله جميعا يقاتل المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وهل سيقضي الإمام المهدي عليه السلام عليه؟ نعم يا ولدي، ففي هذه المرة سينتصر الحق حتما على الباطل، ويثأر المهدي عليه السلام لآبائه الطاهرين، وينشر العدل والأمان في دولته المباركة، دولة العدل الإلهي. الحمد لله الذي جعلنا من أنصار يمان آل محمد صلى الله عليه وآله، فعرفنا الحق وأهله والباطل وأهله. أحسنتم يا أبنائي، فهذه نعمة يغبطنا عليها الأولون والآخرون، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الثابتين على ولاية الأئمة والمهديين عليهم السلام إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. أنا حبتي عن دعوة الحق أدعى.
أدلة ندرسها من منبع الصدق. أحبتي فلنستقي أحلى العبار، وصية المختار خير للبشر. فإن تمسكتم بميثاق الهدى قال النبي لن تضلوا أبدا. وفي الضلال عاش من لها نكار، وصية المختار خير للبشر. وفي الضلال